التحية تتجدد بحضراتكم من جديد في تواصل انطلاقات صباحي هذا اليوم ضمن هذه المكرمة الغالية اللي تعم على جميع ميادين الدولة، مكرمة رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه الدعم الرسمي لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نسير على بركة الله في انطلاقة شوطنا السابع في تعداد الشواط هذا اليوم، والخاص بمنافسة الجعدان، انطلاقة متميزة نتمناها لكل الحضور. نسير إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول سراب لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاس اللي يتقدم على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما الانتقال إلى مرفوق على ثاني المراكز لمحمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، بينما المركز الثالث أتابع مصيح لسيب بن حمد بن سالم الأكتبي، بينما المركز الرابع رابع المراكز الأسمى القادم والمنطلق وليف لمحمد بن عبيد بن يميع السبوسي من يحتل المركز الرابع، بينما عود إلى المركز الخامس خامس المراكز اللي يتقدم في مشاهدين الأعزاء من خلال هذه المسيرة حشيم لمحمد بن سعيد بن سالم الهاشمي، بينما المركز السادس اللي يتقدم ويندفع مياس لحميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي. هكذا هي الأسماء العملاقة المنطلقة الباحثة عن الفوز وعن الانتصار في بداية هذا الموسم الجميل. هكذا هي التحديات، ونعود إلى مقدمة هذا الشوط. أعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول اللي انطلق على مقدمة الشوط واللي اندفع مشاكل، نعم اللي ما يبنى لطار إلا في هذه اللحظة غير على مقدمة الشوط مشاكل، وهذا مشكلة مشكلة اللي ما رأيناه، هذا اللي غير على مقدمة الشوط مشاكل محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي غير على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هنا الغدوم من مصيح لسيب بن حمد بن سالم الاكتبياتي ويحتل المرتبة الثانية. المركز الثالث خذوا الحذاري خذوا الحذاري من هذا الشعار اللي غادم بقوة ما عنده هدوء في هذا اليوم، شعار بن مصلح يقدم لنا مرفوق محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي يأتي هنا مع المركز الثالث، بينما رابع المراكز وتابع الغدوم وليف وليف لمحمد بن عبيد بن يبيع السبوسي يتقدم ممثلا لأهالي منطقة نجمة هناك في رد الشباب، بينما المركز الخامس خامس المراكز اللي يحتل حشيم لمحمد بن سعيد بن سالم الهاشمي وراقب الأسماء. المركز السادس ياتي مياس لحميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي. نكتفي بهذه النجومية، نكتفي بهذا النداء ونعود إلى المقدمة، نعود إلى الحوار الثنائي هناك والمنافسة الشيقة اللي أراها بالعين المجردة من مشاكل على مقدمة الشوط. على المركز الأول يقود المسيرة، يقود لكمية هائلة من الشعارات اللي لها ثقلها ووزنها بالفعل في ميادين السباقات، يتقدم على مقدمة الشوط مشاكل لمحمد بن خاطر الشامسية، ولكن مرفوق هذا مرفوق اللي يحتل المركز الثاني ليقدم لنا محمد بن حمد بن مصلح الأحبابية. الله 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 يا أرض احفظي ما عليك من هذه الأسماء الغوية والعملاقة. المركز الثالث هناك الغدوم من مصيح لسيب بن حمد بن سالم الاكتبية، بدينا في الغلاف الجوي الأخير، بدينا مع الخمسمائة متر الأخيرة، جولة الأوامر النهائية. حرك وروح يلي تبي السلامات يلي تبي الانتصارات، ولكن مشاكل هنا بدأ يزيد من المخزون
الاحتياط هي على مقدمة الشوط. الله 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 الله، مصيح 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 على المركز الثاني، ينطلق بكل قوة لسيب الحمد بسالم الكتبية، وهناك مشاكل. اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية، المنافسة الشيقة. الله 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 الله، مشاكل مشاكل مشاكل، يقترب يقترب من السلامات، يقترب من الفوز. سلام لمحمد بن خاطر بن هاشم الشامسي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي اتى فيه مشاهدي الاعزاء مصيح نسيب بن احمد بسالم المكتبي. المركز الثالث نجد لمحمد بن ناصر بن حمود الشافي الهاجري. والمركز الرابع فكان من نصيب مرفوق لمحمد بن حمد بن مصلح الاحبابي. المركز الخامس، المركز الخامس لحظة وصوله إلى خط النهاية مشاهدينا الكرام، اللي هو هملول عبد الله بن كاسب بن خليفة المسافري. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى. عودتنا بالتهنية والناموس إلى مالك مشاكل عندما أعلنا أن هذا القعود سيسوي مشاكل بالفعل، وآتي بهذه أيضا المشاكل مع الخطوط الأمتار النهائية ليأتي بهذا الفوز. التوقيت الزمني 6:19. تهانينا والناموس لمحمد بن خاطر بن هاشل الشامسي على هذا الفوز الذي قدم مشاكل في تحدي هذا الشوط.